طيب انا قلت لك الحل الاول ان انت تاخد الزغلول الصغير تنقله مع الصغير او الكبير، يعني تشيل واحد من الاثنين في نفس الحجم، تنقل الصغير تحطه مع زغلول تاني صغير في نفس العمر، او تاخد الكبير تحطه مع زغلول كبير في نفس الحجم بتاعه. اهتم اهم حاجة الحجم يا جماعة مش العمر، تمام كده؟ طب لو مفيش عندك متاح، يبقى الحل التاني اللي انت هتعمله اول ما تطلع، قبل ما احط اكل للحمام ده، الحمام الاهالي ده محبوس في سلاكة او سايب، طبعا بكون مجوع الحمام. احنا طريقتنا بنأكل مرة واحدة بس في اليوم بحيث ان الحمام يكون جعان، بتنفعك في حاجات كتير الحكاية دي. يبقى الحمام جعان، اول ما ياكل هيروح يأكل الزغاليل، فانت قبل ما تحط الاكل هتاخد الزغلول الكبير كده، تمام؟ اهو سبت مين، سبت الزغلول الصغير بس. احط الزغلول ده في مكان امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة عن بيض الحمام او حصى الحمام، وعن الزغاليل، الزغلول الكبير والزغلول الصغير، وعن سؤال تاني حد يقول لي الحمامة باضت وما رقدتش على البيض، تمام كده؟ نبدأ على طول الفيديو، نبدأ بالبيضة. طيب الحمام لما بيبيض البيضة الاولى ما رقدتش ليه؟ حمامة باضت البيضة دي اول يوم. الطبيعي ان في حمام بيرقد على البيضة الاولى وفي حمام ما بيرقدش عليها، تمام كده؟ عشان تبقى عارف، لو الحمام ما رقدش على البيضة الاولى ده طبيعي جدا وعادي جدا، وده الافضل ان هو يرقد على البيضة التانية، بعد ما يبيض البيضة التانية يرقد على الاتنين مع بعض. ليه بقى؟ لان الحمامة دي حمامة فاهمة ان البيض كده يفقس مع بعضه، يبقوا الزغلولين قد بعض، ما يبقاش زغلول كبير وزغلول صغير، تمام كده؟ طيب لو انت عايز تتلاشى المشكلة زغلول كبير وزغلول صغير من البداية، من البداية كده الحمامة باضت البيضة الاولى، تمام؟ اخد البيضة الاولى دي اشيلها، ومعايا بيضة بلاستيك باينة اهو ان هي بيضة بلاستيك، حتى مقسومة بالنص اهو، اهو دي بيضة بلاستيك، تمام كده؟ اشيل احط دي واشيل البيضة اللي هي متباضة النهاردة، تمام كده؟ بس اهم حاجة ما تكونش البيضة دي الحمام رقد عليها وما تكونش سخنة عشان ما تبص بعد كده، خلاص اشيلها اول ما تتباض على طول. عموما الحمام بيبيض اخر النهار، يعني اطلع بعد العصر المغرب شيل البيضة دي عادي جدا، البيضة الاولى، وتحطها في شوية قطن في اي مكان امن، يعني ما تحطهاش تتكسر، تحطهاش في الحرارة. هي عموما لو انت شلتها وحطيتها اسبوع في مكان بارد، ما يكونش مكان حر، مش هيسيبها حاجة ولا يجرى لها حاجة، مش هتبوظ يعني، تمام كده؟ طيب خلاص الحمامة بعد كده هتطلع بعد يومين بالظبط، بعد 48 ساعة هتلاقيها باضت البيضة التانية، هتلاقي كده بالظبط كده، هتلاقي البيضة التانية مع البيضة البلاستيك، خلاص يبقى دي البيضة البلاستيك ودي البيضة التانية. اروح شايل البيضة البلاستيك وارجع لهم البيضة الاولى، اصبح كده البطين كأنهم متباضين في يوم واحد، تمام كده؟ بس طبعا انت هتعد لهم بقى بالظبط كده من اليوم الثاني 18 يوم، من ساعه البيضه الثانيه ما اتباضت تعد لهم 18 يوم على ميعاد الفأس، ما تعدش بقى من اول بيضه، تعد من ثاني بيضه، يبقى هم كانهم متباضين مع بعض في اليوم الثالث اللي هو ميعاد الثاني بيضه، متباضين في يوم واحد، خلاص كده افقسهم مع بعض. طيب لو انت ما عملتش الحل ده من البدايه، موضوع البيضه البلاستيك ما استخدمتهاش، وتفقس زغلول قبل زغلول في الميعاد، زغلول هيفقس قبل التاني، تمام كده؟ هتعمل ايه وتتصرف ازاي؟ طبعا هيفقس قبله، ممكن يفقس قبله ب 24 ساعة، ممكن ب 48 ساعة، يعني بيومين، يبقى اصبح هيبقى زغلول كبير وزغلول صغير. المشكلة دي هنحلها ازاي؟ هقول لك على الحلول كلها مع بعض. تعالى نشوف هنا كده، الحمامة دي راقدة على، كانت راقدة على بيض، انا نسيت ابص على الزغاليل، انا نسيت ابص عليهم، فوجئت بالمنظر ده اللي انت شايفه حضرتك ده بالظبط كده، اقسم بالله انا مشفتهم غير النهارده. يعني الزغلول ده مثلا الكبير ده نقول فاقس ايه، بقى له 4 ايام هم فاقسين مع بعض، ده بيضها، ده بيضهم الاثنين، ده لسه زي ما هو كده، يعتبر ما كلش، او كل ايه، كل اول يوم وبعد كده ما عرفش ياكل، او هو فاقس بعد الثاني، اكيد ان هو فاقس بعد الكبير ده. الحجم يا جماعه يعني ايه، في فرق كبير، ده فرق كبير جدا. طبعا مفيش حل قدامي، هقول لك على فيه 3 حلول تعملهم. طبعا احنا قلنا من البدايه حل البيضه البلاستيك اللي احنا ما عملناهوش مع دول، دول في فرق بينهم وبين بعض يومين،
تأكد تاني. الحل الأول إن أنت تاخد الزغلول ده تحطه مع زغليل في نفس حجمه، ده الحل الأول، بأكد عليها تاني أهو. أشوف هنا دول كده معاهم زغليل برضو فاسة تقريبا، هي بأم في نفس الحجم تقريبا، أحط لهم ده مع زغليلهم. او لو في زغلول كبير وزغلول صغير تاني في مكان تاني احط الزغلول معاهم، لكن انا حطيته مع دول كده هيبقوا ثلاثة. وافضل متابع برضو، بكرة تابع وبعده تابع، كل يوم مفروض ابص على الزغليل. طيب انا قلت لك الحل الاول ان انت تاخد الزغلول الصغير تنقله مع الصغير او الكبير، يعني تشيل واحد من الاثنين في نفس الحجم، تنقل الصغير تحطه مع زغلول تاني صغير في نفس العمر، او تاخد الكبير تحطه مع زغلول كبير في نفس الحجم بتاعه. اهتم اهم حاجة الحجم يا جماعة مش العمر، تمام كده. طب لو مفيش عندك متاح، يبقى الحل التاني اللي انت هتعمله اول ما تطلع، قبل ما احط اكل للحمام ده، الحمام الاهالي ده محبوس في سلاكة او سايب، طبعا بكون مجوع الحمام، احنا طريقتنا بنأكل مرة واحدة بس في اليوم بحيث ان الحمام يكون جعان، بتنفعك في حاجات كتير الحكاية دي. يبقى الحمام جعان، اول ما ياكل هيروح يأكل الزغاليل، فانت قبل ما تحط الاكل هتاخد الزغلول الكبير كده، تمام اهو، سبت مين؟ سبت الزغلول الصغير بس. احط الزغلول ده في مكان امان، وليكن في المكان ده، اسيبه هنا في مكان امان، مكان يكون دافي لو احنا في الشتاء، ما يكونش مكان بارد يعني. واوعى تنساه لحد ما تخلص تأكيل الحمام، واوعى تنساه في المكان ده، لازم ترجعه تاني للاهالي. هترجع طبعا لما هتأكل هياخد معك وقت حوالي نص ساعة، ما تأكل الحمام وتغسل مسائي وتخلص شغلك، هتاخد لك على الأقل نص ساعة مع الحمام. بعد كده ترجع الزغلول الكبير مكانه مع الزغلول الصغير، يومين ثلاثة كده هتلاقي المشكلة اتحلت والزغلول الصغير أصبح زي الكبير، تمام كده. وزي ما حضرتك شايف أنا ببدل كده، ده حمام زاجل، حاطط له زغلول لاحم سيلفر وزغلول أبيض، ده كان بيض هو محضنينه، ده فئسهم مع بعض، برضه بتابع وبنقل الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير، ما تلتزمش بالحكايه دي. الحل الثالث لو ما فيش عندك الحلول دي، لو ما قدرتش تعمل الثلاث حلول، يبقى ما فيش قدامك غير ان انت تاكله يدوي، وانا سايب الحل بتاع التاكيل اليدوي ده اخر حل. قدامك ثلاث حلول لكن ده اصعبهم، خلي بالك مش اسهلهم. اسهلهم ان انت تنقله، الثاني الترتيب كده، الثاني ان انت تشيل الزغلول الكبير وتسيب الصغير لحد ما الاهالي ياكلوا، تالت حل اللي هو ان انت تاكله يدوي بنوع ميكس من المستورد لو امكن، اذا ما لقيتش المستورد او كان غالي عليك، طبعا هو اكيد غالي، فيبقى تاكل الميكس اللي هو المصري لكن بحرص، ما تملاش الزغلول. لكن انا ما بفضلش ان انت تاكل الزغلول وهو في عمر يوم او عمر يومين، معظم الناس المبتدئين بيموتهم الزغلول او بيموت منهم لما بياكلوه التاكيل اليدوي بتاعنا ده، تمام كده. يبقى عندك كده الثلاث حلول، اختار انت بقى الحل المناسب ليك.